ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. إحنا اليوم موجودين داخل مطعم سبوت كافيه للطعام الصحي، ومعانا المهندس مسعود حمد الدرمكي. الحمد لله، أهلا بكم. الحمد لله. ممكن بقى تكلمنا أكتر عن نفسك وتقولينا إزاي ابتديت فكرة مشروعك؟ فكرة المشروع هذه، أول شيء أحب أشكركم على حضوركم. ثاني شيء، فكرة المشروع هذا كانت في الحقيقة قبل سنتين. اشتريت أنا مطعم من واحد من أخواننا، وفكرت أني أنا أعمل في اللي هو الطعام الصحي، لأن نحن مطاعمنا هالأيام يعني المطاعم الشعبية ما شاء الله كثيرة جدا، وفيها جميع الأكلات اللي الأكلات المتنوعة عموما، أكلات متنوعة وخاصة مطاعمنا الشعبية يعني اللي هي مفتوحة يعني، غير المطاعم اللي هي الانترناشنال اللي هي المطاعم الدولية. فأنا حبيت أغير الفكرة أن احنا نسوي مطعم للهيلثي فود، للناس اللي هي وخاصة الناس الرياضيين، الناس اللي تحب تسوي رجيم. وعمدنا إلى فكرة برنامج معين من انت بتعمل هنا كمان، لو في حد مثلا محتاج برنامج او نظام غذائي انت ممكن هنا بترتبه له يعني. طبعا طبعا طبعا، احنا عندنا برامج اشتراك للناس اللي هي تحب تشترك شهريا، ممكن تكون اسبوعيا، للثلاث وجبات بمبالغ معينه يعني. طب ممكن تكلمنا اكتر عن الاصناف اللي انت هنا بتقدمها؟ الاصناف الحمد لله، الاصناف اصناف جيده. احنا قبل لا اقول لك الاصناف، احنا اتبعنا موضوع، لان نقول انا اتكلم عن هيلثي فود او عن طعام مميز في اللي هو صحي. نتكلم عن الكالوريز، نتكلم عن البروتين، نتكلم عن الفات، فهذه الاشياء هي اللي تتدخل في الطعام. فبالنسبه للطعام هذا، احنا محاسبين على كل وجبه كم كالوري فيها، كم بروتين فيها، كم كميه من الفات فيها. يعني الناس بتبقى واصله لها الوجبه عارفه قد ايه عدد السعرات الحراريه. بالضبط بالضبط بالضبط، تعرف العدد السعريه اللي راح تاخذها واللي هي راح تاكلها يعني. فلذلك حتى في ناس يعني يجون هم يعرضوا الكلام هذا، يبغون ان يقولوا لنا، احنا يقولوا لنا ايش كثر الكالوريز اللي تفيدنا مثلا يوميا او اسبوعيا. فلذلك احنا ممكن ننصحهم، خاصه الناس اللي في الجيم، خاصه الناس اللي لا 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 مثل تعمل دايت، السيدات اللي تبغى يكون جسمها رشيق، الشباب اللي هم في الرياضة، الطعام العام. ففي برنامج معين اللي هو احنا متابعينه، خاصة بالنسبة للطعام الصحي. طيب هل البرامج اللي بتكون بتاعت التغذية ديت انتوا حتى عندكم مثلا دكتور او في حد متخصص بيحط لكم البرامج؟ والله هو تقريبا برنامج هذا معروف عالمي، ماي فيتنس بيل، يحدد لك الكالوريز والفات بالنسبة للطعام المعين. فاحنا متابعين هذا البرنامج، بالإضافة إلى هذا البرنامج التيست، طعم الأكل احنا عندنا مميز يعني. في كذا برضك ناس مطاعم فاتحين من النوعية هاي، بس نحن الحمد لله يعني الكاستمر او الجمهور دائما يثني بالخير، يقول لا انتم غير التست عندكم غير، الطعام عندكم غير بالنسبة للموضوع. طيب بالنسبة بما انك بتتكلم عن المميزات، هل في مميزات تانية اكتر موجودة هنا؟ انت عارف طبعا المطاعم بتاعة الهيلثي فود هي عددها كمان قليل، فانتوا هنا شايفة ان انتوا بتقدموا البرنامج وده حاجة مميزة جدا، هل في مميزات اكتر؟
المميزات اللي هي اللي مثل ما قلت لك اهم شيء في الموضوع هذا اللي هي اللي هو التعيين وتحديد البرنامج والكالوريز، كمية الفات وكمية الكالوريز وكمية البروتين. ان الشخص يحتاج بروتين اكثر اذا ياكل من النوعية هذه، شخص يحتاج اقل، شخص يحتاج، يعني كمان بتعملوا نظام حسب احتياجات الشخص، حسب احتياجات الشخص. نعم جميل. طيب عن ايه خططكم المستقبلية الفترة الجاية؟ والله ان شاء الله يعني نحن نأمل بنجاح هذا الموضوع، ولنا خطط ان شاء الله مستقبلية في غضون اشهر ان اراد الله، ان نحن نفتح فروع ثانية في ممكن في أبو ظبي وفي دبي وفي الشارجة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب مهندس مسعود، ممكن تقول لنا لو حد عايز يطلب مثلا الباقة الأسبوعية أو الباقة الشهرية إزاي طريقة الطلب؟ الطلب هو يعتمد مجرد إنه يجي ويتفق معهم هنا في المطعم أو في الكافيه على نوعية الأكل اللي هو يبقيها وعلى نوعية الأكل اللي هو يأخذها، وفي ديليفري يودي لهم إياها. الوجبات بتروح الوجبة بوجبتها ولا بيكون هو طويلة؟ هو ممكن الوجبة بوجبتها، وممكن يأخذ الثلاث وجبات مع بعض، يأخذ الثلاث وجبات مع بعض، ولأنه ممكن يكون في مكان بعيد هو يمكن يأخذ ثلاث وجبات من بعضها ويخليها موجودة عنده، يقدر في وقت الوجبة مجرد إنه يحطها في المايكروويف ويأكل. دي ميزة كويسة للأكل، كمان بيروح فريش يعني. الأكل بيروح فريش أيوة. جميل. يعني ثلاث وجبات منفردة في وقتها المحدد اللي هو يبغى يأكلها فيه يحطها في المايكروويف وانتهى الموضوع. طيب مهندس مسعود، اكيد قصه جميله زي دي فاكيد كان ليك داعم ليك او شريك في النجاح، ممكن تكلمنا مين هم شركائك في النجاح؟ والله شوفي يعني شريكي في النجاح، الفكره هاي انا راودتني انا لوحدي، وعملت ديسكشن وتناقشت فيها مع اولادي في البيت، والحمد لله يعني وافقوا على الفكرة هذه ودعموني فيها. فهي الفكرة يعني عائلية أكثر ما تكون نجات من برا. يعني في نهاية اللقاء هذا يعني أنا أول شيء أحب أتقدم بالشكر والعرفان لقيادتنا الحكيمة في دعمها لهذا النوع من المشاريع لجميع شباب الدولة وفي جميع المشاريع الأخرى، والشكر الكبير طبعا لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وأدام عليه الصحة والعافية إن شاء الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، ولقائدنا الفذ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. طبعا في نهاية الكلام هذا أحب أشكر أولادي زوجتي وأخواتي وعائلتي اللي هم يعني كانوا الدعم الأساسي في الموضوع هذا في موضوع المشروع هذا. الله يحفظهم. وإحنا بنشكرك جدا وسعدنا جدا بلقائنا معك. أنا شاكر لكم جدا. مشكور، يعطيك العافية. وزي ما ابتدينا الحكاية قصة كفاح، راح ننهيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقة القادمة.